يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسط العبادة كالدعاء بعد جمرة العقبة الصغرى والوسطى وعدم الدعاء بعد الكبرى، يقول ما الدليل على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة وعدم رفعهما بالدعاء بعد الفريضة؟ هذا هو الوارد عن السلف، هذا هو الوارد أنهم كانوا يدعون بعد الفرائض ولا يرفعون أيديهم، أما بعد النوافل فورد أنهم يرفعون أيديهم. نعم.